أسبوع كامل على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تشاد. هذه الزيارة المهمة التي توجد بتتبيع للعلاقات الثنائية بين الدولتين بعد انقطاع دام أكثر من 40 عاما. الظروف الدولية الراهنة والمواقع الاستراتيجية المهمة والمصالح المشتركة كانت عاملا مهما في عودة هذه العلاقات، فقد هبت رياح التغيير وانقلبت موازين الحياة، ولم تعد رهان الماضي هي ذات أولوية في هذا العالم الذي يتغير بعد كل عقد. فإذا كانت القضية الفلسطينية وما نجم عنها من الحروب التي خاضتها الدول العربية مع الدولة العبرية مع مطلع السبعينيات من القرن الماضي السبب في خضع تشاد لعلاقاتها مع إسرائيل، تظل تشاد متمسكة بإيجاد حل للدولتين إسرائيل وفلسطين وأن تعيش المنطقة في هدوء وسلام دائم. ولكن تتبيع العلاقات بين تشاد والدولة العبرية ينصب في المصلحة المشتركة بين الدولتين، فتشاد تستطيع أن تستفيد من الخبرات الإسرائيلية في ميادين عديدة، وهذا ما توجد به الزيارات المتبادلة بين رئيس الدولة التشادية لإسرائيل وما شبهه من الزيارة العكسية لنتنياهو إلى تشاد، ولما لإسرائيل من تطور كبير في مجال التكنولوجيا الحديثة والزراعة والصحة والتعليم والصناعة والسياحة، تستطيع أن تنقل تشاد هذه الخبرة إليها في إطار خطتها التنموية، وقد أصبحت إسرائيل شريك لا يستهان به في الوقت الراهن. تكنولوجيا الاتصال الحديثة التي قطعت فيها الدولة العبرية شوطا تستفيد منه تشاد في تدريب كوادرها للنمو بهذا المجال الحيوي الذي أصبح رهان التقدم في هذا العصر. والزراعة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التشادي تحتاج لهذه التكنولوجيا الإسرائيلية وزيادة المساحة المزروعة لتشمل المناطق الصحراوية في الشمال التشادي، حيث للدولة العبرية الخبرة الكبيرة في تطوير والاستفادة من هذه المساحات لسد حاجة البشرية التي تزداد يوما بعد يوم. قد لا يختلف اثنان في ذلك، هذا القطاع الذي يلح فيه رئيس الجمهورية في أكثر خطبه بأنه الثروة التشادية المتجددة الوحيدة التي لا بد للشعب بأن يهتم بها، والصحة لا تقل شأنا عن المجالات الأخرى التي تطورت فيها الدولة العبرية، فلا بد لتشاد من الاستفادة من ذلك. هذا ناهيك عن التعليم سر فك الشفرات في جميع المجالات، والسياحة التي أصبحت عامل التداخل بين الشعوب والتي توفر فرص عمل كبيرة للشباب. فالعلاقة بين الدولتين تسمح لاستثمار إسرائيل خبرتها في هذا المجال لما تزخر منه هذه الدولة في سياحة السفاري واستغلال الحظائر الطبيعية وإدفاع التابعة العالمية للمواقع الأثرية، هذا إضافة إلى الطاقة المتجددة والصناعة التي يحتاج إليها تشاد للاستفادة من ثرواتها الطبيعية التي تتفجر يوما في الوسط وفي الشمال والشرق والجنوب. المتابع للسياسة الدولية يجد أنها مبنية على المصالح المشتركة والاستراتيجيات الهامة خاصة الأمنية، فتشاد من خلال مساعيها نحو التنمية وتنفيذ خطتها الوطنية لابد لها من الاستفادة من هذا الحراك العالمي لتجد لها موطئا بين الدول.